من وين يبدأ وصف الأبيات؟ من وين باللي بدن يوم الفرح وابهر الناس؟ من يوم طب انتاجك إلا المزايين قام التعابير القصايد تغنى بنات شيخ في مديحه براهين أبو دغيليب وفعوله تكفيك عنا على المنصة يا بنات السلاطين ونادر وصايف كنت زين لحنا ونادر وصايف كنت زين لحنا. هذه النسخة للاستماع فقط، جميع الحقوق والنشر والتوزيع محفوظة. من وين يبدأ وصف الأبيات؟ من وين؟ من وين؟ من وين يبدأ وصف الأبيات؟ من وين؟ باللي بدن يوم الفرح وأبهر الناس، من يوم طب إنتاجك إلا المزايين قامت تعابير القصايد تخنى، بنات شيخ في مديح براهين أبو دغيليب وفعوله تكفيك حنا. يا جواهر قومي والعبي حي العين وعودك على عذب القصيد تفنى، واني رفزتي في وصوف المزايين هذه الورود الراحتين اكتمنى، وامجاد لغيرك واشتركتي من الزين من شاف زينك في حياته تهنى. طلتك يا وجدان تسوى ملايين يا الغالي يا زينك وحسنك فتنا، وامل لابس تسحر العين نعزف لك الالحان من كل فنا، وروابي ما في مثل زينك اثنين واللي يماريك خاب كل ما تمنى، وروان حتى الحور من هاي غارين فيها جمال الغيرها ما تسنى، ورزان فيها وصافة ملا دواوين متميزة ما مثلها قد نظرنا، وريتا لشيخة حسن ووصاف وافين تذهل عيون اللي الحلا لمحنا، وغزوان ثرنا لك برود ورياحين أم تغيلي باللي لها الكل هنا، من مطير تدبل لك النعم نعمين مجد على مر الليالي يبنى، مطير ساس المجد أول وهالحين كلن بطيب والمراجل يكنى، تفاخر بالعز العقيل من وين وقول اللي من ينشد على الطيب حنا، على المنصة يا بنات السلاطين ونادر وصايف كنت زين لحنا، وفي أخوه للمواقف براهين جزل القصايد على